السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة تقاسم أرباح البيتكوين. إخواني شرح اليوم إيردروب. هذا الإيردروب يعطيك تقريبا 2500 قطعة من هذه العملة رولاكس، ما يعادل تقريبا 5 دولار. ومتواجدة هذه العملة في متواجدة في منصة لايتوكن. عندما سأقوم بالانتهاء من الإيردروب ومن شرحه سأريكم المنصة، سأريكم العملة المتواجدة في تلك المنصة لايتوكن، فإنها منصة مشهورة وجديدة أيضا. أول شيء تقومون بالدخول، سأترك لكم رابط التسجيل في الموقع، هذا هو الموقع الخاص بي. لا بد أن تقوموا بالتسجيل في الموقع، خطوة التسجيل كلها سهلة أول شيء. وسأترك لكم رابط البوش، البوش الذي سيعطيكم 25000 قطعة من هذه العملة. سأقوم بشرح أول شيء كيف التسجيل في هذا الموقع. ستأتون إلى الموقع وتضغطون على جيت ستارتي. عندما تضغطون على جيت ستارتي سيحولكم إلى خطوة التسجيل، فإن كل خطوة جيت سهل. تتركون هذه الأشياء كما هي، تكتبون الاسم الأول، الاسم الثاني، الإيميل، كتابة الباسورد، هنا كلمة السر، أيضا هنا إعادة كلمة السر، هنا تفعل هذه الخاصية، هنا بعد ذلك تضغط على السيناب، ثم بعد ذلك تذهب إلى الإيميل، ثم تقوم بتفعيل الرابط الذي سيرسل إليك إلى الإيميل لكي تفعل التسجيل الخاص بك في هذا الموقع. بعد ذلك تأتي إلى البوت، تضغط على ستارت، أول شيء تضغط على ستارت. بعد ذلك يقول لك التليجرام الخاص بهم، تضغط على التليجرام الخاص بهم من هنا، تقوم بتسجيل في التليجرام الخاص بهم جوان، تقوم بعمل جوان فقط، الضغط على جوان ستجده هنا. بعد ذلك تضغط على دون. هنا ايضا يقول لك قم بعمل فولو ثم تغريدة على من خلالي. اخواني قوموا بعمل فولو فقط، انا قمت بعمل فولو، لم اقم بعمل الاشياء الاخرى، لكن قمت بعمل فولو للصفحة الخاصة بهم على التويتر. تأتي وتضغط عليه من هنا ثم تقوم بعمل فولو لهم على التويتر. بعد ذلك تأتي وتقوم بكتابة التويتر الخاص بك. دائما التويتر اخواني للزرنام التويتر يبدأ بالاروباس ثم الاسم الخاص بالتويتر. بعد ذلك يقول لك فولو رولاكس دوت كوم، تأتي هنا وتقوم بعمل، يقول لك بعمل فولو اندريتش، وتقوم بعمل فولو فقط اخي. هذه الخطوة قد فعلنا، انا قمت باعادتها تقريبا، تويتر رولاكس فولو، فهي نفسه. تأتون اخواني الى هنا، وبعد ذلك عندما تقوم بالضغط على دون تأتي الى هنا، ثم تقوم بالتسجيل في الموقع. انا الموقع قد سجلتم فيه في الاول، قد تركت لكم الموقع، قمتم بها هو الموقع كما ترون هنا، لا تقوموا بالتسجيل مرة اخرى. فسأترك لكم رابط الموقع لكي تقوم بالتسجيل فيه مباشرة. بعد ذلك تضغط ايضا على دون. لا قبل اخواني، قبل ما تضغط على هذه دون تقوم بكتابة الايميل الخاص بك ثم تضغط على دون هكذا. واذا قال لك قم باعادة كتابة الايميل الخاص بك، تقوم باعادة كتابة شيء، ثم سيريك هنا البالانس الخاص بك، ثم تضغط على ماي بالانس، ستجد هنا 2500 قطعة من RLX رولاكس ما تعادل 5 دولار. والان ساريكم العملة المتواجدة في منصة لايتوكن. ايضا تلك المنصة لايتوكن هي ايضا عاملة ايردروب خاصة بي، اذا قمت بالتسجيل في المنصة تعطيك 45. هي هنا المنصة كما ترون اخواني، هذه المنصة. سنضغط على التريدين. عندما نقوم بالضغط على التريدين سترون كيفية المنصة من داخلها. وايضا سأترك لكم رابط التسجيل في المنصة اسفل الفيديو من ليس مسجل في المنصة. قد كنت شرحت الايردروب الخاص بهذه المنصة. قم بالتسجيل، قم بوضع الايميل الخاص بك فقط، وتقوم بالتسجيل مباشرة، يعطيك 45 قطعة. هاي المنصة كما ترون منصة جيدة تقريبا، لم تحمل كلها بعد. المهم اخواني، هذا كل ما لدينا في هذا الايردروب، والى ايردروبات قادمة ان شاء الله. اسف اخواني، ساقوم برؤية الايردروب الخاص بنا، لم اريكم الايردروب. اخواني الانترنت ضعيف بعض الشيء، كما ترون RLX بالايثريوم وبالبيتكوين.
هناك تحويل، إذا أردت تحويله بالإيثريوم وإذا أردت تحويله بالبيتكوين. المهم إخواني، الإنترنت ضعيف بعض الشيء، لا أريد الإطالة في الفيديو، وإلى إيردروب قادم إن شاء الله.